ازيك يا بابا وليد؟ برج البازال يا رب تكون بخير. توقعات برج البازال ليوم الثلاث الموافق 7 مارس 7 اذار 2023. بالنسبة ليك يوم الثلاث لازم تركز اكتر انتباهك وكل طاقتك على الحاجات المهمة بالنسبة ليك في اليوم ده، ولا تبقى بتتعلق حتى بحياتك العاطفية اكتر واستقرارك المادي والمهني. النهاردة عندك مهام كتيرة خاصة بممتلكاتك، خاصة بعلاقاتك مع الأشخاص اللي انت بتحبهم. لازم تبقى عارف تخطط بشكل كويس وتخلص كل خططك اللي انت اتعلقت بيها النهاردة، واتعلقت ببيئتك الخاصة مع كل العلاقات الأسرية اللي بتعتبر في واقعك هتنفذها النهاردة، وهتتجنب انك تتابع اهتمامات ورغبات بس في حياتك. هيبقى عندك تلاعب شوية بمشاعر الأشخاص اللي حواليك بسبب الغرض ده، لكن خليك حذر أكتر. النهاردة ممكن تجيب تسوية في اتفاقات، في عقود، في شؤون مهنية، في التزامات مهنية مختلفة بالنسبة ليك. هيكون كويس جدا انك تدي اهتمام اكتر للاطفال في يومك وللشباب في اسرتك. هيجيب ليك محادثة حلوة هتاخد فيها قرار مهم جدا ممكن يبقى بيخص امرأة في حياتك. يوم الثلاث يوم هيكون تقييم وصعب شوية لعلاقاتنا الودية اللي بتبقى في يومنا وحتى المهنية عشان نعرف نفهمها صح. هنفضل النهاردة اننا ننفصل عن اشخاص كتير بهدوء وبأقل الخسائر، لكن مع اشخاص تانيين ممكن يكون سبب الانفصال مشكلة عاطفية قوية جدا هتكون ما بيننا. هتجيب لينا كتير من المعلومات والاخبار من قريب وبعيد في اليوم ده هتوصل لحد عندنا. هيكون عندنا ازدهار واضح في كل المعلومات الغلط، وهنتلاعب بكل الافراد اللي بيبقوا ضمن المجموعة من الناس دول. هينبغي النهاردة اننا نعرف نشحد انتباهنا بشكل كويس خاصة مهنيا، وندع كل اللي بيشتغلوا بالفلوس النهاردة في مجالنا المالي والمصرفي انهم ياخدوا حذرهم اكتر. ممكن نأدي النهاردة المشكلات محلية فنية في البيت او حتى في مكان الشغل انها تزيد تعقيد اليوم ده وتربكه كتير جدا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.